عمرك شلونك عساك طيب يا مرحبا ومسهلا اي شيء من اولها مرحبا ابو فالح شلونك عساك طيب الله يعافيك ويسلمك يا حبيبي يا سلام والحمي عندك علي الحرمه طيب متعب والله قهوتك يا ابو مالك قال هذا مطريق قلنا تم متعب قهوتك بلاك عطني سبانش على كيف ايه انت كيف انت تقول كلها انا اتكلم عن الضيوف ايه لا انا ضيف مثلكم بس ما تعطيني بلاك ناخذ براطور ناخذ لفه على ما تجهز الطلبات شيف يلا حياكم خذوا لفه يا رجال برحب بكم تعال تعال يا ابو تركي تجي بتجينا الطلبات يلا بجي بالك اي ابو الخير احنا نبي الرخصه يلا يلا بسم الله اوكي واضح ان انتم مسوين حزب من البدايه الرجال برحب بكم على ما تجيكم القهوه السلام عليكم السلام عليكم الله بخير شلون لعبت على الضيوف تاخذ مراك جيت تقهوى يلا حيه شلونك شلونك بخير اهلا ومسهلا كيف الحال شو اسمه ابو احمد ابو احمد يلا حيه نعم ايش عندنا اليوم ابو احمد الباقيين كلهم بلاك تشكيله اي الشرقيه وهي يا سلام الصناعه السعوديه حلو عندك الماضي حلو ايه عندك في طبي وفي شتوي يا سلام انواع ما شاء الله تبارك متخصصين في صناعه الاحذيه الشرقيه ايه طبعا وشتويه حلو طبعا تصاميم عديده فصل 10% طحت على نقطه مهمه اي لو ما جاي شكرا مليون شكرا عاد الضيوف الليله مو الواحد لازم يمخمخ لازم يمخمخ بزياده بزنس 10% واضح يا اعزائي المشاهدين والكاميرات اللي هنا واضح اعزائي المشاهدين موجود هنا جميل توصيل لجميع انحاء المملكه حلو باقي الضيوف ما اخذوا لا اموركم زين الله يبارك لكم ما شاء الله تبارك الله اموركم زين ان شاء الله يا حبيبي الله يفرجنا وياكم يلا يا شباب يلا يلا اتخيل ومارسيلو اتخيل وحنا ماشيين يلا يا شباب مشان قهوتي والله ما اروح الا والله جايه مع خلف مع خلف خلف قهوه محسن وقهوه فيصل فيصل بعد ما معك برنامج يا مرحبا وداد مغرد الطير ترحيب الله على اسمع ركبت اسمع خمس دقائق اعطى خمس دقائق خليك تستاذن وتروح وترجع ما له حل يا جماعه ما له حل واحد من الشباب هنا الله يستر علينا وعليه ويرجع لها له قريبا وعاجلا غير اجل ماجد ها متى طلع هو في وقتك المناسب ما جاك عندي يلا يا ربع وضعية الريالتي فيصل مداري يا بعناه مرحبا يا فلاح انتوا تستاهلون والله اني صار لا انا ولا الضيوف كلنا ما جينا الا لكم لان ما نعرف كلنا وضيوفنا لهم كان هو التقدير والله انا ما عندي مشكله الوقت عليكم انا عادل بس انا ريالتي هنا وفي الكاميرا بس هل الشرح ما لا الوضع يتغير اي طبعا انتوا على الهواء من يوم دخلنا مع الباب وانتوا على الهواء يا محسن هذا ما له شك فيه تراني موصل عليه والله للاسف صح فيصل مو موجود الله الله يستر عليه الله يستر عليه وسلامه على الوالده اللي كلنا نحبه وان كانت الحركه متعمده انا بوجهه نظري نديبها لما الدوم ولا لا الدوم والله ونعم جيراننا قريب نعم هذا شيء اكيد ترك الساعه هلا الله الله لا يجيب التخريب انا اعلمك انها حركه متعمده هو من يوم بدا البرنامج قد طلع لا بس اليوم خلاص تتوقع على مقصوده جدا لا لا وبدون رسمه بدون شيء جدا
تدري هذا ايش قاعد امارس الحين؟ اه اوكي فيري جود لبيك. لا 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 ابي اشخاص جديده. انا بسميك بعد اسم جديد. انت المخرب مو هو بس انت مخرب من كل شيء. وين امبراطورنا؟ جابوا محمد ولا خل محسن على انت تدري ردهم من اليوم الحرام تروح ولا يجي فيك يا ابو تركي. يلا بسم الله احنا تحت امر الامبراطور ان ما بغينا نوجه وجهنا. شكرا ما قصرت دائما للامانه مجملنا عند الضيوف تخيل تستاهل ما كنت تدري الهواء لا تصور سبحان الله توني ادري الحين على الهواء يلا بسم الله من هو لا لا يا مرحبا وعجاد امبراطورنا كل جنة يا فحر إذا بتعذرني معي الجيوب الأنفية ملتهبة إذا بتعذر ما خلينا لكم عذر قهوة وطيب علوم طيبة علشان ما عاد يكون لكم عذر تبدعون في الحلقة علشان تبدعون في الحلقة عليك أبو تخيل الله يطول في عمرك بس هذا لا يمنع أنك لازم تجهز نفسك حاضرين شكرا لك الله خير وما خير برنامج الدين.